بعد نحو أسبوع من انتقاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعوته لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، عاد نتنياهو ليخاطب غرماء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. نتنياهو أكد لأعضاء جمهوريين بالمجلس أن إسرائيل ستمضي قدما في حملتها العسكرية في قطاع غزة وستواصل مسعاها لإلحاق الهزيمة بحركة حماس. وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ تقديم الدعم اللازم للحكومة الإسرائيلية من أجل استمرار الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية ضروري لهزيمة حماس وضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر مرة أخرى. تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في أمريكا، وصف نتنياهو كذلك بأنه عقبة أمام السلام، كما رفض طلبه بالتحدث أمام تكتل الديمقراطيين بالمجلس، موضحا أن هذه المحادثات ينبغي ألا تجري حسب وصفه على أساس حزبي، وردا على انتقاد زعيم الديمقراطيين بالشيوخ لرئيس الوزراء الإسرائيلي. أكد ميتش ميكونيل زعيم الجمهوريين لنتنياهو ألا شأن للولايات المتحدة في تقديم المشورة لحليفتها إسرائيل عن موعد إجراء انتخابات أو عن نوع الحملة العسكرية التي قد يشنها. خطاب نتنياهو أمام الحزب الجمهوري لكسب تأييد ساسة واشنطن يأتي في وقت يتزايد فيه اتساع الفجوة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يدين الأخير ومعه بعض حلفاء الإدارة الأمريكية في الكونغرس التكتيكات التي تستخدمها إسرائيل في العدوان على غزة. ويأتي الخلاف بين نتنياهو وأعضاء الحزب الديمقراطي أيضاً في ظل ضغوطات يمارسها الحزب على بايدن لممارسة ضغوطات أكبر على إسرائيل لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.